خلوني اقفل الباب علشان ايش؟ ناخذ راحتنا في السواليف انا وانتم يا اعلاميين قناة الجزيرة. ايش تبغون نسوي؟ تبغون احنا كشعب سعودي نطلع في الشوارع ونرفع لافتات الشعب يريد اسقاط النظام؟ يعني تبغون نصير زيكم مشردين لاجئين مرتزقة في كل بلدان العالم، نبيع ديننا وشهامتنا وعروبتنا ونصير زيكم؟ أنا أعرف والله ما هو حبا في خاشقجي اللي تسوونه هذا كله رحمة الله عليه، أنتم تبون نكاية في بلدنا، لأنه ما هو عاجبكم وضعنا واستقرارنا وحبنا وولاءنا لحكومتنا، ما هو عاجبكم، تبون السعودي يصير مشرد ذليل لا كرامة له ولا وطن، هذا تبون أنتم كذا. ما لحد منا، مشكلتكم شيئين ما تعرفونها، ما في مسلم أو مسلمة منصفين يخافون الله يرضون الأذية لهذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، بلاد التوحيد، ما هبط الوحي الأمين، أمانها أمان للإسلام والمسلمين، هذا ما تعرفونه. أنتم ما تعرفون الإسلام وما تعرفون، لأنه إحنا كمواطنين سعوديين كبارا وصغارا رجالا ونساء في أعناقنا بيعة لولاة الأمر في المنشط والمكره في السراء والضراء، نتقرب ونتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى تنفيذ الوصية رسول الله عليه وسلم. هذه ما تعرفونها لأنكم خونة، بعتم دياركم باسم الربيع العربي. أنا ما سميه ربيع عربي، أنا سميه الخريف، الربيع تتفتح فيها الأزهار، الخريف تتساقط فيه، بلدانكم سفكت دماءكم وانتهكت أعراضكم، أنهدت اقتصادكم باسم الربيع العربي، وتبغون السعودية تنزلق في المزلق اللي أنتم فيه، خبتم وخاب مصعبكم، الخلا لا أبوكم لا أبو من جمعكم يا الجحلط.